يسعد اوقاتكم مشاهدي على الاخباريه السوريه. نحن متواجدين اليوم لنرصد معكم اهم النشاطات الثقافيه والفنيه بمعرض دمشق الدولي بدورته ال 59، وحاليا نحن متواجدين على المسرح الكبير عم نرصد حفل نقابه الفنانين، ومعي الفنانه ريم عبد العزيز. يسعد مساكي. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم بالاخباريه كلها. اولا كيف الحفل والتحضيرات؟ احكي لنا شوي عن حفل اليوم. مبسوطه كثير بالحفله اليوم، حفله نقابه الفنانين. أنا معنية فيها كوني عضوة في نقابة الفنانين وكوني رئيسة مكتب الثقافة والإعلام. مبسوطة بهالمجموعة الكبيرة من الجمهور موجودين، ورغم الظروف المحيطة بس الناس متعودة على الحب، متعودة على الفرح، وهيك تربينا. لذلك قررنا نكون هون صامتين واقفين بهمة جيشنا وبهمة قائدنا وبهمة هالشعب الكبير. يعني هذا الاستعداد الكبير والجمهور الكبير اللي شايفينه اليوم، قديش يمكن هي الصورة، صورة الحياة والفن والثقافة بهالمعرض اللي كلنا مشتاقين له؟ نحن كثير مبسوطين لأنه جزء من الحياة. سوريا طول عمرها بتنبض بالحياة، وهذا تأكيد على نصر سوريا. إعلام الخارجي حاربنا، لذلك هذا عنوان كبير انه نحن صامدين واقفين على رجلينا واقوياء، والدليل لهذا الشعب الامين الكبير. بدي اتشكرك كثير، ونحن رح نرصد اجواء الحفل سوا. حبيبه قلبي مبسوطه انكم موجودين معنا ورح تحبوا الحفل، بحبكم كثير. شكرا كثير. نحن مستمرين مشاهدينا برصد فعاليات حفل نقابة الفنانين بمعرض دمشق الدولي. رح اترككم مع مقطع من الموسيقى، وحاليا هو للفنانة هادية البقدونس. خليكم معنا. كل معرض وانتم بخير، وسوريا بخير، وشعب سوريا بخير، وانتم شايفين المعرض قديش حلو. لسه سوريا رح ترجع احلى باذن الله، بهمه جيشنا وبهمه شعبنا الصامد، بهمه الناس اللي قاعده كلياتها. دمشق الدولي اللي هو المعرض الأهم على مستوى الشرق الأوسط، عريق بقدمه وكبير بما يقدمه وبما قدمه عبر السنوات. هو توقف خلال الحرب الصارمة على سوريا وعاد مع عودة النصر. الآن هذا المعرض بدورته الحالية يتضمن مجموعة كبيرة من الرسائل، رسائل إلى العالم كله ورسائل إلى الداخل. الفن هو جانب مهم جدا في دورات المعرض، وهو مفردة أساسية المعرض كان يتغنى بها، فعمالقة الفن العربي وقفوا على مسرح هذا المعرض. أيضا جانب المشاركة السورية، لما بنقول دولي فمعناها اكيد في ضيوف دوليين، لكن جانب الفنان السوري ابن هذا الوطن الان وفي هذا اليوم تحديدا وفي كل يوم طبعا اتى ليقدم رسالته الى العالم بانه نحن موجودين، الفن السوري موجود، الفنان السوري من موقعه باداء واجبه في ما يجري وبما تتعرض له سوريا ايضا هو موجود. فبهذه المناسبة بنقول بهذا اليوم العظيم جدا، بهذا المعرض الذي عاد إلى ألقه الكبير، منقول
لسوريا، كل عام وانت بخير يا سوريا، لجيشنا الباسل اللي بسواعده هذا المعرض نتيجة ومحصلة لجهود وسواعد وتضحيات الجيش العربي السوري، ومنقول لقائدنا كل عام وأنت بخير، وسوريا إن شاء الله انتصرت والجاي أحلى وأحلى. الحمد لله تمام، الله يعطيك العافية يا رب، الله ينصر البلد يا رب. شهده الحفل في اليوم الخامس من معرض دمشق الدولي، وما زالت الإخبارية السورية مستمرة معكم في رصد آخر الحفلات ونشاطات الثقافية. للإخبارية السورية سلمى عودة.